نظمت الجمعية الولائية لإحياء تراث وحماية الذاكرة تجمعا شعبيا بعين التوتة بولاية باتنة، دعما للمترشح الحر عبد المجيد تبون، بحضور ممثلي الأحزاب والجمعيات المحلية والمواطنين. نظم المكتب الولائي للجمعية الولائية لإحياء التراث وحماية الذاكرة ولاية سلطان باتنة تجمع شعبي لمساندة المترشح الحر عبد المجيد تبون بحضور مدير الحملة الولاية الدكتور نجيب بيطان، وهذا لتوعية سكان المدينة والولاية وحثهم للخروج بقوة يوم الاقتراع السبت 7 سبتمبر 2024 لإدلاء صوتهم لصالح طبعا المترشح نتاعنا سي عبد المجيد تبون. وسرد المدير الولائي للحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون، سرد على الحضور إنجازات ومشاريع تحققت خلال عهدته، ودعاهم لمساندته من أجل استكمال مسار بناء الجزائر. جاحد من ينكر ما قدم هذا الرجل لهذا الوطن، نحن لا نقدس الرجال، لا نقدس، لكن نحترم مجهودات الرجال. هذا الرجل أعطى يعني قيمة وقيم إضافية للدولة الجزائرية، يعني حبينا ولا كرهنا لمسنا تغيير من اللي جاء هو من نهاية 2019 كانت الدولة على مشارف الانهيار، ستنزلق اقتصاديا وستلجأ للاستدانة، الكل راهن على ذلك وكانوا يستنوا فينا في الدورة، ولكن فاجأهم وحقق أول انتصار. كيف فاجأهم؟ بسياسته الحكيمة. كنتوا تعرفوا أنتم دراهمنا كامل تاع الخزينة العمومية راحت في المتاهات، راحت في الشيكولا والبيستاش تاع الخارج والفكاير، هذوك كانوا يضخموا الفواتير، اقطع يعني وقف استيراد كل ما هو ليس ضروري للحاجيات تاعنا الداخلية الأساسية. في بداية سنة 2000 لما كان بترول 160 دولار وكانت الخزينة فيها 220 مليار دولار، ما درناش النهضة، كانت الوقت المناسب باش نديروا نهضة اقتصادية ونعودوا من دول متقدمة. في هذه الفترة تاع المحبوحة ما فكروش يديروا منحة تاع البطالة، هذا الرجل دار هذا المنحة تاع البطالة وراه واعد باللي تلحق حتى 20,000 دينار في السنتين المقبلتين بحول الله. ما يجعلنا اليوم بمناسبة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 7 سبتمبر 2024 ليس مجرد مساندين لشخصه الكريم بصفته التي أعطاه إياها شعبنا الذكي عمي تبون، إنما عازمين على إنجاح مسعاه بالمشاركة القوية في الانتخابات والفوز بعهدة ثانية. الجمعية اختتمت نشاطها بدعوة الجميع للمشاركة يوم 7 سبتمبر والإدلاء بأصواتهم.